وإلى تركيا، وهناك تستعد الحكومة لمنح عفو للمجرمين والقتلة في السجون، لكنها ستبقي على الكتاب والأدباء والنشطاء السياسيين والصحفيين في الزنزانات المكتظة لمواجهة الموت بسبب كورونا، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها. الصحيفة حذرت في تقريرها من مذبحة رهيبة سوف تضرب السجون التركية في حال انتشر الفيروس داخلها. في ظل تزايد الغضب في الشارع التركي لاستعداد الحكومة لمنح العفو لما يصل إلى ثلث نزلاء السجون، منهم المؤهلين للحصول على الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط عن طريق خفض الأحكام الصادرة من أجل مكافحة الفيروس، إلا أن الصحفيين والسياسيين المعارضين لن يكونوا من بينهم.